سعيد جدا بتواجدي في الدورة 13 من مهرجان المسرح العربي من تنظيم الهيئة العربية للمسرح في الدار البيضاء. نشكر كل الشكر وزارة الثقافة المغربية على هذا الجهد وعلى هذا الاستحضار لإنجاح الدورة. كل الشكر لكل الضيوف الموجودين، كل الشكر للمسرح المغربي اللي للأمانة دائما يجمعنا من خلال قضايا المطروحة ومن خلال ممثلينا. هذا الشيء اللي احنا محببنا في المسرح المغربي اللي هو قريب جدا من مسرحنا الخليجي. فكل الشكر لكم، وان شاء الله تكون دورة موفقة وناجحة ويتحقق الهدف الأسمى من هذه الدورة في يعني هذه اللمة الجميلة اللي احنا نشوفها وفي المملكة العربية في المملكة المغربية. شكرا. في الحقيقة نحن يتزامن حضورنا مع إنجازات كبيرة تحققها المغرب على جميع المستويات، وآخرها المونديال والإنجاز العالي المستوى الذي يحقق، وأصبح العالم العربي يعرف الرقراق ويعرف كل لاعبينكم العظام الكبار. نحن الآن في عرس المسرح العربي، نحن الآن في عرس المسرح المغربي، نحن الآن في حضرة جلالة الملك ورعايته السامية التي تليق بهذا الحدث وهذه المناسبة، وبالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح نحن الآن أمام 500 ضيف جاءوا من أنحاء العالم العربي ليقدمون أحلى نتاجاتهم. وأنا أستطيع التأكيد بأن الحركة المسرحية المغربية سيكون لها النصيب الأكبر من حصائل الجواز في هذا المهرجان، عبر أسماء نستطيع التبشير بها من بينها الأمين ناسور ومن بينها محمد الحر وآخرين. الحركة المسرحية في المغرب عالية الكعب، شأنها شأن بقية الإنجازات التي تعيشها الحركة المغربية والمسرح والحضارة المغربية الواسعة. طبعا يمكن للمرة الثانية نحل ضيوفا أعزاء على وطننا الثاني المغرب، المرة الأولى في العاصمة الرباط، وهذه المرة الثانية في العاصمة التجارية كازابلانكا. لا أعتقد هناك عاشق للإبداع وللمسرح مثل الشعب المغربي، ذلك أن المغرب ساهمت منذ سنوات في تقديم العديد من أبرز الكتاب المخرجين، ليس على النطاق العربي ولكن على النطاق العالمي. وأعتقد أن احنا في حقيقة الأمر وجدنا أيضا التنوع في إطار الإرث المسرحي العربي اللي كان موجود هني من خلال واحد من أهم المسرحيين عبد الكريم بورشيد ومسرح الحلقة، التغيير الأساسي في عودة المسرح العربي إلى جذورها وإلى تقديم فن الفرجة للمتلقي. وأعتقد أن هذا الأمر هو اللي جمع هذه الألوف من الجماهير التي حضرت هذا اليوم في يعني العرس الحقيقي بالنسبة لي ولك ولعشاق المسرح. أعتقد أن احنا لن نجد جمهور أوفى وأكثر حضورا وتلاحما مع المسرح من المتلقي والإنسان المغربي العاشق للفنون والإبداع. هذا الشعب الحقيقي الذي يعشق كل الإبداع، سواء كان في مجال الإبداع في مجال المسرح في مجال الشعر، أو كما شاهدت في بلدي قطر عبر كأس العالم عشاق كرة القدم أنتم أيضا. فأنا سعيد لوجودي في هذا الوطن العزيز، وأتمنى النجاح لهذه الدورة، وأتمنى أن نترك بصمة حقيقية في هذا الإطار. وقبل أن أختم أقول شكرا لكم أنتم من تقفون وتساهمون في تقديم عمل متميز، تقفون خلف الكاميرا وتقفون أمام الكاميرا في تقديم ضيوف هذا المهرجان، فالشكر موصول لكم أنتم فردا فردا. شكرا لكم. لي شرف الحضور في مهرجان المسرح العربي في دورته 13 بالمغرب. المغرب زرتها برشا مرات معناه بمسرحيات أخرى، يعني فما حرك مشرف على مستوى المنتوج المسرحي العربي. فيه منافسة معناه، ولو نكره كلمة المنافسة في المسرح، أما أعمال جيدة أعمال راقية من مختلف الدول العربية. إن شاء الله المسرح ديما بخير، وإن شاء الله ديما موجودين في المغرب معاكم،
وهذه احتفالية للمسرحيين قبل كل شيء. بالنسبة للمسرح العربي يعني انت والدولة يعني فما الدول تلقى فيه المنتوج المسرحي في مستوى راقي، لكن يشكيوا من الانفراستركتور يعني من الفضاءات المسرحية، فما العكس اللي تلقى فيه الفضاءات المسرحية لكن المنتج او المنجز الفني مازال قاعد يتطور. عموما كي ناخذوا معناها المنجز المسرحي العربي فما اعمال متميزه جدا، وان شاء الله ربي يوفق المسرحيين. شكرا. وما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.